فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، لما ذكر جزاء المنافقين هناك قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، نار جهنم هذا جزاؤهم. وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم خالدين فيها، يعني باقين إلى الأبد لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم العذاب، بل هم أشد أهل النار عذابا لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، خالدين فيها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار الأصليين نار جهنم خالدين فيها، يعني باقين إلى الأبد. هي حسبهم، أي كافيتهم، كافيتهم في العذاب، كافيتهم في الآلام والأحزان والمصائب. ليس بعد النار شقاء والعياذ بالله، ليس بعد النار عذاب، ليس بعد النار تعب. وكل الهموم وكل الأحزان وكل الآلام والأوجاع كلها تجتمع في النار، هي حسبهم. وأشد من ذلك لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، فلا مطمع لهم في رحمة الله. فإن المؤمن العاصي وإن دخل النار فإنه يطمع في رحمة الله، في أنه يخرج من النار ويدخل الجنة كما صحت بذلك الأدلة. أما هؤلاء فقد لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، فلا مطمع لهم من الخروج من النار، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. عذاب مقيم يعني دائم أبدا لا يستريحون منه ولا يخفف عنهم، فهو عذاب ومقيم أيضا. قد يكون العذاب ساعة أو أياما أو سنين ثم يزول، لكن هؤلاء عذابهم مقيم لا يرجون منه خلاصا أبدا والعياذ بالله. حتى ولو كان العذاب يسيرا إذا كان دائما فإنه شديد، فكيف إذا كان العذاب شديدا ودائما؟ فالأمر أشد والعياذ بالله. في مقابل ذلك قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات، ولم يقل جنة بل قال جنات، يعني جنات متعددة ومتنوعة وواسعة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وفي هذا دليل على أن المرأة كالرجل في العمل الصالح والعمل السيء والجزاء عند الله يوم القيامة، وإن كانت تختلف عنه في الدنيا بخواص تليق بها، فإنها في الثواب والعقاب هي مثل الرجل وشريكة الرجل. جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات جمع جنة، وهي الشجر الملتف والخضرة النضرة، سمي جنة من الاجتنان وهو الاستتار، لأنها ملتفة تستر ما وراءها بشجرها وخضرتها. جنات تجري من تحتها الأنهار زيادة في النعيم، فهي جنات خضرة ومناظر جميلة، وتحتها أنهار جارية مما يمتع الأبصار ويفرح النفوس، تجري تحتها الأنهار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ليس إقامتهم فيها مؤقتة حتى يحزنوا من الرحيل، وإنما تقر أعينهم بأنهم لا يخرجون منها ولا يموتون ولا ينتقلون منها ولا يبغون عنها حولا، يعني لا يملون منها. فإن العادة أن الإنسان إذا أقام في المكان فإنه يمل، لكن هؤلاء لجمالها ولرونقها وللذتها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها. ومساكن طيبة، مساكن طيبة في جنات عدن، جعل الله لهم مساكن يسكنون فيها هم وأزواجهم وذرياتهم، يسكنون في هذه المساكن، مساكن طيبة ليست مساكن مؤقتة أو مساكن
بسيطة وبس يعني مساكن محل إقامة يسيرة، وإنما هي مساكن طيبة ولا يعلم صفتها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي طيبة من جميع النواحي، طيبة من ناحية بنائها، وطيبة من ناحية رائحتها، وطيبة من ناحية سكانها، طيبة من جميع النواحي. في جنات عدن، هذه المساكن في جنات عدن، والعدن مع الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام، فهم مقيمون فيها أبد الآباد في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. فختم الله جزاءهم بقوله ذلك، أي ما هم فيه من النعيم المقيم والجنات والسرور هو الفوز، والفوز هو النجاة من المحذور، فهم فازوا يعني نجوا من الهلاك، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والشاهد من هذه الآيات أن نستخلص منها صفات المنافقين وصفات المؤمنين. نعم. وصفات المؤمنين، ونعرف الفرق بين صفات الفريقين. وذكر الله فيها جزاء المنافقين وجزاء المؤمنين، ونعرف الفرق بين الجزائين، وهذا مما يحث المؤمن على الإيمان وعلى تجنب النفاق.